ومعنا مشاهدينا الكرام من ستوكهولم هاتفيا عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك سيد لبيد. منظمة أطباء بلا حدود أكدت حاجة الجرحى في الموصل إلى الرعاية المتواصلة. من المسؤول عن رعاية الجرحى المدنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. في البداية السؤال الذي يطرح نفسه: ما المسؤول عن إصابة هؤلاء بإصابات مستديمة هكذا؟ بالحقيقة هؤلاء المدنيون تعرضوا لإصابات ناتجة عن القصف الشديد الذي تعرضت له مدينة الموصل، سواء من قبل قوات التحالف عبر طيران التحالف أو من قبل المدفعية التي كانت تقذف بأطنان الحمم والقذائف على رؤوس هؤلاء السكان وعلى منازله. هؤلاء ضحايا للقصف الهائل الذي تعرضت له مدينة الموصل والذي قامت به القوات الحكومية وقوات التحالف كما نعلم. لذلك فالمسؤولية مضاعفة بالحقيقة، وتقع في عنق كل الذين ارتكبوا هذه المجازر وهذه الجرائم بحق المدنيين. المدنيون يعانون منذ نحو عام كما نعلم، العمليات العسكرية انتهت منذ نحو 9 أشهر. إذن معاناتهم نستطيع أن نتلمس حجم معاناة هؤلاء الناس منذ 9 أشهر ولم يتلقوا العلاج اللازم لهم. هذا يؤكد بصورة قاطعة بأن الحكومة غير منشغلة ولا تكترث بحالة هؤلاء المدنيين، وإنما كل الذي قامت به مجرد أنه كانوا يستهدفون مدينة الموصل من أجل استباحتها ومن أجل إعلان أنهم انتصروا على تنظيم الدولة. يعني منظمة أطباء بلا حدود تحدثت عن دمار النظام الصحي للموصل بشكل كبير 9 أشهر من انتهاء العمليات العسكرية في المدينة. ألم تكن كل هذه المدة كافية لإعمار ولو جزء بسيط من النظام الصحي في الموصل؟ بالتأكيد هذه المدة كافية، علما أن الموارد الدولة عائدات النفط هي موارد هائلة، لكن الفساد الواقع الصحي بصورة عامة للعراقي، الواقع الصحي متدهور، وهو أكثر تدهورا في هذه المناطق المغضوب عليها وفي مقدمة هذه المناطق مدينة الموصل. الواقع الصحي متأثر كما نعلم بمنظومة الفساد المستشرية في كل مفاصل الدولة، خصوصا مفاصل الجانب الخدمي. هذا بالإضافة إلى أن الدولة حاليا معظم الموارد المخصصة لمدينة الموصل بالحقيقة مخصصة للقطاع الأمني، للجانب الأمني، لأن الموصل تشهد منذ 9 أشهر عمليات دهم وعمليات تفتيش وعمليات اعتقال، وقبل نحو 3 أيام تم اعتقال من يدعون بأنهم متعاطفين. لاحظ أنه في البداية كانت هناك تهمة جاهزة على المشتبه بهم، ثم على ما يدعون بأنهم متعاونين، ثم ارتفع السقف إلى على المتعاطفين هكذا. يتم اعتقال عشرات ومئات الشباب من شباب الموصل، ويتم استعراضهم بالشوارع بدعوى أنهم متعاطفون مع تنظيم الدولة. نعم سيد لبيد، هذا هو هذه الأولوية. نعم حقيقة نشاهد الصور أمامنا يعني للمدينة القديمة في الجانب أيمن من الموصل، يعني مدمرة بشكل شبه كامل وسط غياب أي جهد لإعمارها. برأيك لماذا يراد إدامة هذا الوضع في المدينة؟ ما الهدف، ما الهدف منه يعني؟ نعم، سياسة الدولة تتصرف والحكومة تتصرف مع مدينة الموصل وسكان الموصل على النحو الذي تتصرف به قوات الاحتلال ضد مدينة محتلة. السياسة هي بالحقيقة سياسة انتقام، وكل ما ادعوه بأنه تحرير لمدينة الموصل إنما هو بالحقيقة عملية استعباد لسكان هذه المدينة. وعملية الإهمال هذه هي عملية مقصودة، لأنها نابعة كما ذكرنا من حقد طائفي ومن نقمة على المدينة. وبالمناسبة المدينة قبل أن تستولي عليها قوات الدولة الإسلامية
لم تكن في احسن حال، كانت المدينه مهمله والواقع الصحي ايضا متردي. نعم. واليوم اصبح على شكل على نحو أسوأ، نتيجه كما ذكرنا نتيجه الانتقام ونتيجه النظره الطائفيه للحكومه وللقوات التي دخلت الحكومه، بالاضافه الى الفساد وعدم اكتراث المسؤولين الذين يدعون تمثيل أهالي المدينة، هم أيضا غارقون بالفساد وغير مكترثين، وهم أيضا ناقمون على الناس الذين ما عادوا يثقون بهم وصاروا يبغضونه. شكرا جزيلا لك من ستوكهولم، عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي.